الموضوع الثاني هو testing of the analgesic effect of the drugs. Testing of the analgesic effect of the drugs. تسكين analgesic تسكين. كيف نقيس الانالجيسيك؟ هلا اول شيء نحكي انالجيسيا معناته تسكين. اسكن ايش؟ اسكن الالم. انا بدي اسكن الم. ف خلينا نحكي عن الالم شوي. الم what is the pain. البين هو عباره عن unpleasant feeling، شعور غير مريح. طبعا هو شعور يدعو الى الخطر، انه في خطر ما على جسمنا. هذا هو الالم. Pain. هذا الألم ممكن يكون بسيط، وجع رأس بعد محاضرة، وجع رأس من بعد ما بعد تليفون طويل أكثر من 5 دقائق. بالنسبة لي يعني التليفون اللي يكون أكثر من 5 دقائق بيجيني وجع رأس. Okay. This is mild pain. في عندنا intermediate pain، هذا مثلا وجع سني، عندي وجع في السن. This is intermediate، وجع في العضلات، عندي شد عضلي وجع. في عندي strong pain. strong pain زي وجع العمليات. واو. وجع مرض السرطان. these pains are strong. فالألم ممكن نقسمه إلى 3 أقسام: mild, intermediate و strong pain. والأدوية اللي هم الأنالجيسكس اللي بتسكن الألم تبعتهم كمان بنقسمهم حسب الإيفيكاسي، إيفيكاسي فعاليتهم، ل strong analgesics، mild or moderate analgesics و mild analgesics حسب الفعالية. الدواء اللي بسكن الألم بشكل قوي نحكي عنه strong analgesic، الدواء اللي بسكن الألم بشكل متوسط نحكي عنه moderate analgesic، والدواء اللي بسكن الألم بشكل بسيط نحكي عنه mild analgesic. في عندنا أمثلة في الصيدلية، نروح أنا راسي بوجعني بعطيني الصيدلاني بنادول. بنادول هذا اسم التجاري، الاسم العلمي تبعه باراسيتامول أو أسيتومينوفين. يعني أسيتومينوفين والباراسيتامول هم أسماء علمية لنفس الدواء. الباراسيتامول الاسم البريطاني والأسيتومينوفين الاسم الأمريكي. فهو مايلد انالجيسك، يعني مستخدمه للالام البسيطه. عشان هيك الصيدلاني بيسال لما انا افوت على الصيدلي واحكي له في عندي وجع، بغض النظر بحكي لك كيف الوجع، حسه بسيط ولا كثير؟ طبعا هذا طبعا جوابك لهذا السؤال بهمه. لما تحكي له والله وجع خفيف بعطيك مايلد انالجيسك، تحكي له والله لا وجع سني بوجعني، لا خليني اوديك على مودريت انالجيسكس اللي هم ايش؟ نون ستيرويد الانتفلاماتوري دراكس. اذا كان في عندي سترونج انالجيسك ساعتها بدي يوديني على الاوبيويدز، راح تاخذوها ان شاء الله. هذول الاوبيويدز في ادويه 2 اوبيويدز زي المورفين واخواتها، مصر المورفين واخواتها. احنا راح نركز بالماده النظريه على المودريت انالجيسكس اللي هم نون ستيرويد الانتفلاماتوري دراكس. نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، وكان حتكون التجربه عن النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. مين هم النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري؟ موجودين ايبوبروفين، الديكلوفيناك، النابروكسين، الاسبرين هو اسيتيل ساليسيليك اسيد، الاندوميثاسين، الميفينيميك اسيد، كل هذول عباره عن نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. هذول they are analgesic مسكنين للالم، they are antibiotic خافضين للحراره، they are also anti-inflammatory بيشيلوا الالتهابات. البنادول دي الباركو، البنادول is not anti-inflammatory. يعني عفوا اللي هو اسم العلمي الباراسيتامول is not anti-inflammatory. البنادول هو فقط antibiotic وanalgesic لكنه ليس anti-inflammatory. لكن non-steroid anti-inflammatory drugs هم anti-inflammatory وanalgesic و antibiotic. كيف يشتغلوا؟ الميكانيزم اوف اكشن، يس وي نيد تو نو ذا ميكانيزم اوف اكشن تبعتهم كيف يشتغلوا. لانه انا لما بتالم بنضرب وبصير عندي انفلاميشن، بصير منطقه حمراء، لما بلمس هاي المنطقه الحمراء بحس بوجع. مين اللي بيخلي لي اتوجع؟ شوف بتشوفوا معي الميكانيزم. ها المفروض انه
واضح؟ اوكي هاي الخليه، اوكي هاي الخليه، في عندي فاتي اسيد، في فاتي اسيد في الخليه، في فاتي اسيد موجود بسيل ممبرين، سيل ممبرين اسمه اراكيدونيك، اراكيدونيك اسيد، اراكيدونيك اسيد. هذا الاراكيدونيك اسيد وين موجود؟ في السيل ممبرين. شايف؟ اوكي اراكيدونيك اسيد، هذا اراكيدونيك اسيد موجود في السيل ممبرين. لما بصير في عندي التهاب او انجري جرح، هذا الاراكيدونيك اسيد بتحلى، بتصير فري اراكيدونيك اسيد. ايوه فري اراكيدونيك اسيد. لما بصير فري اراكيدونيك اسيد بتحول من خلال، خلينا نحكي انزيم اسمه سايكلو اوكسوجينيز، بتحول ده بروستاجلاندين، بروستاجلاندينز. هدول البروستاجلاندينز هم، ها شفتوا هدول البروستاجلاندينز، انا بدي اوصلهم اياهم كيف تحولوا من خلال السايكلو اوكسوجينيز، هو كوكس تبعه، كوكس في عندنا كوكس 1 وكوكس 2، هدول بس كيف بدنا نحكي عنهم. هدول البروستاجلاندينز اللي تكونوا، مالهم هدول البروستاجلاندينز؟ هدول البروستاجلاندينز اللي تكونوا هم عبارة عن كالتالي، هم عبارة عن inflammatory mediators، يعني بحفزوا الانفلاميشن. هم عبارة عن pain sensitizer. شو معنى pain sensitizer؟ يعني بيخلونا نتحسس في الألم أكثر. يعني مثلا الوجع، الضرب اللي ما كانت توجعني بالوضع الطبيعي بتخليني أتوجع بشكل أكثر من بعد ما بنفرز البروستاجلاندينز. فالبروستاجلاندينز they are pain sensitizers. كيف طلعوا هدول؟ وكمان غير هيك البروستاجلاندينز هم كمان بيرفعوا درجة حرارة الجسم، بيأثروا على درجة حرارة الجسم، بيأثروا على الهايبوثالاموس، السنتر اللي بيسوي كنترولينج للحرارة في أجسامنا، فبرفعوا درجة الحرارة فينا. فهدول البروستاجلاندينز هيهم، هدول هاي البروستاجلاندينز هم يلي سوونا هاي المشاكل، سوونا الانفلاميشن، سوونا الألم. ف شو كثرة تصنيعهم من خلال إنزيم السايكلو أوكسيجينيز اللي بيحول الأركيدونيك أسيد للبروستاجلاندينز هو بيسبب الألم عندي. فعشان هيك أنا لما باخد الأدوية اللي هم النون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز، إيبوبروفين موجود، الديكلوفيناك زي هذا الفولت فاست، هذا الفولت فاست والفولترين موجود في الصيدلية، هدول الأدوية شو بتسوي؟ هدول الأدوية بتمنعوا من تحول البروستاجلاند، بيمنعوها. هدول الأدوية they are inhibitor، بثبتوا، بيمنعوا. بيمنعوا مين؟ بيمنعوا الكوكس السايكل أوكسيجينيز، بيمنعوا السايكل أوكسيجينيز 1 كوكس 1، بيمنعوا كمان كوكس 2. فهنا الانسيدز يقسموا حسب السيلكتيفيتي. هلأ هلأ الانسيدز النون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز، النون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز منقسمهم الى قسمين، يعني اقسمهم حسب في في تو ديفرنت كاتيجوريز لهم، اقسمهم في تقسيمين، في تقسيم كيميائي حسب الكيميكال ستراكشر تبعتهم، وهذا ما بهمنا صراحه، انا ما بهمني. التقسيم الثاني اللي هو له كلينيكال امباكت، له تاثير على الهيومن، هذا اللي بهمني، هو حسب السلكتيفيتي على انزيم السايكلو اوكسجينيز. في عندي ادويه نون سلكتيف، يعني بيرتبطوا على بيسووا انهيبيشن لكوكس 1 وكوكس 2. في ادويه الى حد ما مور سيلكتيف على كوكس 1 زي الاسبرين اسيتيل ساليسيليك اسيد، اللي هو بيرتبط بشكل ريفرسيبلي برابطه تساهميه مع السايكلو اوكسجينيز 1، والنون سيلكتيف اللي حكينا عنهم بيرتبطوا بكوكس 1 وكوكس 2 زي الديكلوفيناك، ايبوبروفين، نابروكسين، اندوميثاسين، ميثيلينيك اسيد. وفي عندي مجموعة اللي هي سيلكتيف كوكس 2، سيلكتيف كوكس 2 زي مجموعة السيليكوكسيب وارفيكوكسيب، هدول سيلكتيف كوكس 2. السؤال هذا اللي بخطر في بالنا، شو الفرق بين كوكس 1 وكوكس 2؟ كوكس 1 دائما يكون موجود بأجسامنا، كوكس 2 شوف كوكس 1 دائما موجود سواء بوضع عندي مشاكل في جسمي او ما في عندي مشاكل،
عندي inflammation أو ما في عندي inflammation، دائما أنا في عندي COX-1. COX-2 إمتى بطلع COX-2؟ COX-2 بحكوا لك it is inflammation, it is induced by inflammation. يعني هو إمتى بطلع؟ بطلع لما يصير في عندي inflammation. يعني أنا بالوضع الطبيعي لما ما يكون عندي inflammation السايكلو أوكسجينيز 2 ما بيكون موجود في الخلايا تبعتي. لما يصير في عندي inflammation الكوكس 2 ببلش يطلع. And it is very important. في السابق كان في مشكلة إنه الكوكس 1 موجود بشكل أساسي كمان في الجي آي تراك تبعتنا. فلما نسوي inhibition للكوكس 1 في الجي آي تراك تبعتنا بنمنع بروست على فعل فعل في شغلة لازم نعرفها إنه البروستاجلاندينز بشكل عام البروستاجلاندينز مش كلهم سيئين يعني في نظرنا وما أصلا خلقة رب العالمين فما نقدر نحكي عنهم سيئين بس في نوع من أنواع البروستاجلاندين بطلع بسبب الكوكس 1 بطلع بتصنع في الأمعاء وهذا البروستاجلاندين بيحفز من تصنيع الميوكوزال ميمبرين في الأمعاء. لما أنا كنت أستخدم الأدوية أسبرين والديكلوفيناك والإيبوبروفين مشكلتهم لما بيسووا إنهيبشن للسايكل أوكسوجينيز 1 يلي في الأمعاء معناته بمنعوا من تصنيع البروستاجلاندين يلي بيزود من تصنيع أو بيزود من ثيكنس كثافة الميوكوزال ميمبرين في الجي آي تراكت. فشو حصير عندي؟ بما أني منعت هذا البروستاجلاندين اللي في الأمعاء معناته الميوكوزال ثيكنس بتقل معناته القرحة احتمالية التقرحات تزيد. ليش؟ لأنه شو القرحة؟ الألسر. الألسر لما تكون الجاستريك سيكريشن إفرازات الحمضية أقوى من الميوكوزال بروتكتيف ميمبرين اللي في الجي آي تراكت فبالتالي راح يصير في عندي ألسر. التقرحات الجاستريك سيكريشن تكون عالية فهذا راح يؤدي إلى وطبعا مين اللي بيحمي أمعائنا من الحموضة هاي القوية هي هاي طبقة الميوكوزال ميمبرين. هاي الأدوية النون ستيرويد الأنتيفلاماتري دراجز اللي أي دواء عنده قدرة إنه يسوي إنهيبيشن لكوكس 1 فبالتالي راح يمنع البروستاجلاندين يلي بيصنع الميوكوزال ميمبرين فبتقل الثيكنس فبالتالي الجاستريك سيكريشن بتهاجم جدار المعدة وبتؤدي للقرحة. لهذا السبب هاي الأدوية معروفة إنها بتسبب القرحة وهي مشكلة. عشان هيك الصيدلاني بيحكي هاي الأدوية لازم تتاخذ على معدة مليانة لأنه الأكل كأكل إلى حد ما بيسوي بارير من إنه هاي الأدوية تحفز تروح لأنه الأكل بيسوي بارير وبيمنع إلى حد ما إنه هاي الأدوية تسوي irritant effect على الميوكوزال ميمبرين جهة وتمنع كمان إنه الحموضة الزايدة كمان إنها تهاجم الميوكوزال ميمبرين. فطلعوا الناس شو بحكوا لك الساينتست بحكوا لك الألسر side effect أو gastrointestinal side effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs بسبب إنه هاي الأدوية بتسوي inhibition لCOX-1. عشان هيك طلعوا مجموعة جديدة اسمها selective COX-2 inhibitors زي السيليكوكسيب والريفيكوكسيب. الحمد لله تخلصوا من مشكلة الجي آي تراكت ستيرنس لكن للأسف طلعت عندهم مشكلة جديدة إنه هي هدول السيليكتيف COX-2 inhibitors عندهم cardiovascular toxicity يسوي مشاكل بالجهاز القلبي الوعائي لدرجة إنه دواء اسمه روفيكوكسيب تم سحبه من الصيدليات وذلك بسبب سميته على القلب العالية. فللأسف لما رحنا على selective COX-2 inhibitors خلصنا من المشكلة هي الجي آي تراكت ديستربنس ودخلنا في مشكلة جديدة هي التوكسيسيتي على الكاردو فاسكولار سيستم. الآن هم هاي الأدوية نركز على الأنالجيسيك إفكت. كيف بدي أقيس الأنالجيسيك إفكت على في الفيران على الحيوانات؟ بس هلا خلينا نروح نركز على الفيران. هلا الفار مو زينا بحكي أخ أنا بتوجع. كيف بدي أقيس البين تبع الفار؟ في طريقة إن شاء الله راح تنشرح لكم أو أوردي شرحت لكم بفيديو تاني بالديمو إنه بدي أعطي أو مصدر للألم للفيران. أسوي مصدر ألم للفيران. شو مصدر الألم الممكن أستخدمه؟ ممكن الحرارة pain
ممكن يكون ميكانيكال اني اقرصهم قرصه، هذا ميكانيكال اقص هاي قرصه، وممكن يكون الكتريكال بالكهرباء. هاي كلياتها عباره عن مصادر الم، الم للفيران. احنا في المختبر مش راح نروح لا الكهرباء ولا بالقرص، مش راح يعني مش راح نروح لا ما راح نستخدم لا الميكانيكال ولا الالكتريكال. لكنكم شوفوا المسات راح الاستاذات راح يحكي لكم عنهم. انت في الامتحان ممكن تسالوا عن عن كل شيء موجود في المانيوال. على فكره انا بحكي لكم ممكن تسالوا، بس انا بركز على اكيد يعني زملائي الاحترام للجميع بركزوا على الحكي، انا بركز على الشيء سويناه في المختبر. احنا هون اللي حيكون السورس اوف بين هو الحراره. كم حراره ايش يعني بدنا نشويهم للفيران؟ لا شو نشويهم، نعطيهم حراره شوي، بنحطهم على شيء اسمه هوت بليت. شو معنى هوت بليت؟ الصفيحه الحاره، صفيحه هيك صفيحه هيك حديد تحطهم على الحديد. هاي الصفيحه درجه الحراره فيها حوالي 55 ما تخافوا ما راح يموت الفار، بس حيكون في سورس اوف بين راح نحط هناك. بعدين الفار راح يضله يمشي على الصفيح الساخن. امتى الفار راح يتوجع؟ في علامه راح تشوفوها انه الفار توجع، بصير الفار هيك. صح الفار عنده اربع رجلين، الفار بصير عنده امتى بتوجع؟ بيشعر في الوجع راح يوقف زينا زي البني ادمين، راح يوقف كانه مستسلم. وبعدين حسوي ليكينج اوف ذا اوكي ليجز، ما كاتبين ليكينج اوف ذا ليجز اللي بيحكي اربع رجلين، فحصير يلحس برجوله الاماميه هيك حسب الترجمه، بس اني خلينا نحكيها بالسهل، حصير يلحس بايده، فهي علامه انه بتوجع. اوكي في هون راح في مصطلح اسمه الرياكشن تايم. الرياكشن تايم شو هو الرياكشن تايم؟ انه هذا الفتره الزمنيه من اول ما احط انا الفار على السطح على الصفيحه الساخنه ببدا اعد 1 2. طبعا مش بعد انا هيك بعد من خلال الكالكوليتر، من خلال التايمر، من اول ما بحطه لحتى لما يتوجع يرفع ايديه ويصير يحسه. مثلا اعد 20 ثانيه 30 ثانيه، طبعا انا ما بتجاوز الدقيقه، ما بتجاوز الدقيقه لحد دقيقه يعني هاي كبتنيو بعد لحد دقيقه. ف لحد 20 بعد 20 ثانية مثلا تخيلوا فار بعد 20 ثانية بدأ يلحس إيديه، وفار أخذ دواء ثاني بعد 60 ثانية يعني بعد دقيقة بدأ يلحس إيديه. مين اللي برأيكم مين اللي دواء يلي بسكن الألم أكثر، دواء الأولاني ولا الدواء الثاني؟ الدواء الأولاني أوكي، شو معناته هلا الفار الأولاني اللي بعد 20 ثانية بدأ يلحس، معناته إنه شعر بالألم بشكل سريع. الفار الثاني بدأ يلحس بعد 60 ثانية، معناته إنه الفار شعر بالألم بعدين، معناته إنه الدواء الثاني سكن الألم وصار بعد فترة زمنية لحتى الفار بدأ يشعر. يعني كل ما زادت الزمن الانتنسيتي تبعت البين المفروض إنها تكون بتزيد. فالدواء اللي خلى الفار ما يشعر بالألم إلا بعد 60 ثانية معناته هذا كأنالجيسيك بيكون أقوى من الانالجيسك الاولاني اللي خلى الفار يشعر بالالم بعد 20 ثانيه. فهو هلا كل ما قل الرياكشن تايم، كل ما قل الرياكشن تايم معناته كالتالي او العكس، كل ما زاد الرياكشن تايم معناته انه هذا الدواء از سترونجر او مور افكتيف از انالجيسك. كل ما زاد الرياكشن تايم معناته هذا الدواء هو stronger as analgesic. كل ما قل reaction time معناته الدواء الإفكاسي لهذا الدواء الإفكاسي لهذا الدواء قليلة. فمثلا لو كان في عندنا باراسيتامول وتكلوفيناك، مين تتوقعوا إنه إله reaction time أكثر؟ حسب معلوماتنا الديكلوفيناك is stronger as analgesic than الباراسيتامول، فreaction time تبعته أعلى للديكلوفيناك. أوكي هذا بالنسبة تحت تأخذوها بالتفصيل. الآن نروح لآخر